فهل يجوز له الصلاة أثناء العمل؟ تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالفعل هناك أعمال في الحقيقة الإنسان يتحرج حتى باش يغير الملابس تاعو، باش يحاول باش يتوضا إلى غير ذلك، وحتى المكان يصعب له باش ينقيه. مثل مثلا عندنا المجزرة، مثلا إنسان أبوشي مجزرة باش يقعد يعود مسكين باللباس، أحيانا يتحرج باش يبدل اللباس تاعو يروح. دوك إذا كان في وسعه يقدر يبدل ويتوضا، عنده وقت وعنده مكان كما يقولوا مصلى، ولا عنده مكان حيث ما يصلي فيه تنقي، هذا احسن افضل. هذا بالنسبه للجزار ولا بالنسبه يعني الاثنين، يعني كي هذا كي هذا، نعطي مثال بمعنى هذا يصعب له وهذا يصعب له. لان الحل يخدم في حاجه نفس الشيء، او يتغبر مسكين راهو كذا وراهو كذا. اذا كان باش يعاود يحل مثلا يحل اللباس، وباش اذا كان في قدرته، علاش الفقهاء قالوا هنا في مثل هذا انا ما يسمى بالحرج، والحرج مرفوع، قال هنا بمعنى انه يصلي بحوايجه، واذا كان معناتها ما يقدرش. من حيث الاساس الفقهي الغبار ولا هذا اللي طاهر، احنا بالنسبه لنا نبحثوا هذا، واش نبحثوا احنا فقط نقول بما لا يقدر، معناتها الاحسن نعطوا الافضل. يعني اذا كان يعني ينحي ويتوضا ويلبس لباس يعني ناقي، هذا احسن له. اما اذا ما يقدرش، الفقهاء قالوا هذا من بين الحرج اللي طايح على السيد هذايا، بمعنى من حد مسكين باش ينحي وباش كذا، هذا في حاله ما اذا قلنا له نحي. اما والاصل فيه ان بمعنى الغبار راهو طاهر، ايوه، وكذاك المازوت راهو طاهر بالضبط، نفس الشيء حتى ليسونس انا نشوف راهو طاهر، لاغريس يعني كلها طاهره، ماهيش بمعنى نجسه، وبالتالي ما بني على طاهر فهو طاهر. هذا هو يعني بحيث اللباس، فاذا يتوضا ويصلي باللباس، اذا كان يتحرج ما يقدرش يبدله مسكين، اما اذا يقدر يبدله فاحسن. اما اذا ما قدرش يبدله فالصلاه به صحيحه. اذا الاصل انه يحافظ على الصلاه تاعو. يحافظ على الصلاه في وقتها اولا وقبل كل شيء. شكرا جزيلا فضيله الدكتور. فضيله الشيخ الاخ هذا